مفيش اكتر من دوري. فاكرين لما الكلام اتقالك قالك الاهلي في المنطقه الدافئه والاهلي اخر السنه خد الدوري. على فكره انا ما بتكلمش على حاجه، ولكن ممكن جدا اخسر الدوري لا قدر الله يعني، ولكن وممكن جدا يبقى عندي اخطاء في المباراه زي المباراه البنك الاهلي. عندنا اخطاء. هل اللعيبه ما تعرفش ان هي عندها اخطاء؟ اللعيبه يا جماعه حاسين وعارفين كويس قوي 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 ان هم عندهم بعض الاخطاء، ولكن بيحاولوا دايما عايزين يرضوا جمهور النادي الاهلي، وده بيمثل ضغط كبير عليهم. صدقوني الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده احنا شفناه وجربناه. فاللي انا عايز اقوله ان لا، الارهاق النفسي له دور كبير جدا 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 في اللي احنا شايفينه ده. انا طالع من بطوله افريقيا ورايح بطوله الدوري، والناس عايزه توجهني، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي عايز يوجهني ان انا خسرت دوري. ايه لسه بدري على الكلام ده حضرتك، ممكن جدا لا قدر الله ممكن يحصل. احنا بنلعب كوره، ولكن احنا دايما هنقف بالمرصاد لكل هذا الكلام، مش هنسكت على كل كلمه بتتقال ولا كل حاجه بتتقال، علشان في الاخر اوصل ان في نادي او النادي الاهلي، ماليش دعوه بحد تاني، النادي الاهلي خسر الدوري. النادي الاهلي ما خسرش الدوري، واحنا لسه الايام اللي جايه والمباريات اللي جايه ممكن نتكلم في كل هذه الامور مره اخرى.